اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. أكلة أمي النهاردة مع بداية أسبوع سعادة وهنا يا رب على كل اللي بيتابعونا من خلال شاشة القناة الأولى. هيكون المطبخ فيه طعم تاني. عندنا الموزة دايما بناكلها مع خضار صينية، بندلعها. الموزة دي طبعا سعرها بتفاوت ما بين إذا كانت ضاني أو كندوز أو خلافه. أنا معايا موزة حلوة النهاردة بقري، هعملها النهاردة مشوية مع بصل مشوي، حاجة جديدة كده لأن بحب الموزة ما فيهاش عظمة بقى وحتة لحمة ملبسة وزي الفل. فإزاي نعملها مع بصل مشوي من خير أرضنا. معانا الأوزي. الأوزي ده أكلة مشهورة في الخليج وخاصة في المطبخ العربي واللبناني. الأوزي اللي هو بيبقى أوزي صغير بيتعامل معاه رز بالمكسرات، رز باللحمة المفرومة، بياخد بسلة وجزر. أنا هعمله النهاردة الأوزي بالخضار مع المكسرات، حاجة لطيفة برضو. هنعمله مع العيش أو مع الخبز أو مع عجينة الجلاش حسب الرغبة. بمناسبة الحر ودرجات الحرارة العالية، طبعا الشيف المغازي مش حارمكم من حاجة. معانا الآيس كريم بأنواعه. هنبدأ النهاردة مع بداية الأسبوع آيس كريم بالشوكولاتة. أنا شخصيا بحبه. شوف نعمله إزاي بيتي بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلف. هتعملي شوية قد كده توزع الجيران وحبايبك وأصحاب ولادك وبألف هنا وشفا. من بعد نعمل سموزي، الحاجات الجميلة الحلوة اللي هي بتطفي طبعا درجة الحرارة الجو. أنا مش عايز أطول على حضراتكم لأن عندي تفاصيل كتير ومعلومة غير معلومة النهاردة، وإزاي أتعامل مع الموزة بسعرها الحلو وشياكتها في المطبخ بطريقة بسيطة وسهلة مع بصل مشوي. نخش على اللي بعده. معانا الأوزي. مقادير الأوزي على الشاشة. أوزي بالخضار مع المكسرات. الأوزي أكلة عربية أصيلة من المطبخ اللبناني، من المطبخ السوري، مشهورة معروفة. بتتعمل باللحم الأوزي اللي هو الخروف الصغير، وبعد كده بتتعمل مع رز بسمتي بتاخد مكسرات. ده الاختصار بتاعه. تعالوا شوفوا ازاي نعمله في المطبخ عندنا بشكل لطيف وبسيط مع العيش السوري الجميل الحلو اللي هو خبز الصاج او خبز المرجوج، وده معروف اخواننا السوريين طبعا هنا منتشر جدا. العيش ده دايما تخليه عندك في البيت. عايزه تعملي سندوتشات شاورما، سندوتشات طعميه حسب الرغبه. المقادير على الشاشه. الاوزي بسله، جزر، رز بسمتي بسله وجزر، رز بسمتي، ومعانا لوز ومعانا بصل وتوم. جيبوا لي البسله والجزر يا شباب. زي الفل. ده الاساس بتاع الاوزي. وحبه البركه دي اساس للتقديم او سمسم حسب الرغبه. حلو قوي. نبدا نشتغل في الاوزي بتاعنا. طاسه على النار حلوه كده اهي. خش على النار شديده. اللهم صل على النبي. ونبدا نساوي الخضار بتاعنا الطبيعي. هنعمله برضو معلقه سمنه حلوه، بما ان هو ما فيهوش لحمه يبقى فيه دهون او فيه بروتين، لان احنا عارفين السمنه دي طبعا غنيه برضو فيها بروتين بالشكل ده كده. فص ثوم حلو. ازاي تعملي اوزي في البيت؟ وميزه الاوزي ده بيبقى حاجه كده لطيفه، بوله صغيره بيبقى فيها الرز، فيها الخضار، فيها العيش. فص الثوم الحلو الشقاوه دي كده. ننزل بالجزر بتاعنا لانه بياخد وقت كتير في السوا شويه. زي الفل. معانا بسله. دايما الخضار بيبقى اكتر من الرز في الاوزي. نشوح دول مع بعض. بسله، جزر. بهارات نايل الاوزي يا عم الشيف، بهارات عربيه اكيد، حبهان، قرنفل اللي هو الدارسين، والحبهان اللي هو الهيل، مسميات بتاعته، ملح وفلفل. زي الفل. اهوت معانا البهارات. وبتاعت البهارات دي بتاعتك، يعني مش عايزه هيل ما تحطيش هيل. ولادك بيشوفوه ان هو بيدي مرار، مفيش مشكله، بس طبيعي الهيل لو كتر في الاكل بيمرر الاكل. حطينا شوية البهارات بتوعنا. ننزل بالرز. الأوزي اتعمل برز مصري ولا رز بسمتي يا مغازي؟ لازم رز بسمتي. شوية الرز دولت طبعا أنا مساويهم شوية علشان ما ياخدش وقت كتير منا على النار. ده الطبيعي. طبعا أنت في البيت معكيش لا مخرج ولا معاكي ده وقت.
المطبخ مطبخك انت حره زي ما انت حابه اهو. ممكن الرز يستوي في قلب الخضار. خلص الاوز يا عم الشيف، نسيبه على النار كده عينيا الاثنين اهو. التقليبه دي مهمه جدا، ونحط شقشاء ميه صغير. يا ويلي يا ويلي، اوز اتعمل في دقائق معدوده، جاهز معانا مستوي زي الفل اهو. اخباره زي تمام، رز وبسله، جزر معانا، مكسرات لوز واوميجا 3 عشان الاولاد اللي بيذاكروا بيمتحنوا. كلنا عارفين اوميجا 3 بتنشط الذاكره، ما بتخليناش ننسى. اللي بيحب يحفظ يحفظ اهو. ناخد الرز ده كده بنحطه في كاسرولله يبرد، وده لازم عشان اتعامل معاه دلوقتي لازم يبرد. يلا يلا يلا، اللهم صل على النبي. يلا يا شباب اهو 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 اهو، اوزي اهو اهو، هو ده اهو. ايه الحلاوه دي؟ نسيبهم يبردوا كده على ما نجهز نفسنا صينيه، ونعمل لنا 20 30 حبه اوزي دلوقتي عشان ضيوفنا، عشان ابني عازم صحابه. اه اللهم صل على النبي. نجيب صينيه حلوه زي دي كده، هو ده الكلام. بنحط فيها ورقه زبده مع بعض، واحده واحده كده واحنا شغالين، عشان تبقى الدنيا ايه حلوه معانا. واعلمك ازاي تعملي الاوز بطريقه سهله. طيب عشان تفكري تعملي اوز يبقى عندك حاجه مهمه جدا، عندك بوله زي دي كده اهي، بوله ازاز، وبناخد العيش الصاج او خبز المرجوج او خبز الشراك، المسميات بتاعته في كل الدول العربيه، يا اما خبز مرجوج، يا اما خبز بر، يا اما خبز صاج، يا اما بيسموه الخبز السوري. هناخد اللقمه دي كده، نقطع الاطراف بتاعتها مش عايزينها، عشان اقطع الاطراف بالتساوي باجي اعملها زي حرف المثلث. عينيا نعمين اه بالشكل ده كده، ده انا مش عايزه. بحطها هنا كده بالشكل ده كده اهو. عندي مكسرات لوز بحط لوز، يا مزاجك اللوز. عندي زبيب بحط زبيب. واخد الاوز بتاعنا اللي هو السخن ده كده بالمعلقه، واعبي البوله دي كده اه. اللهم صل على النبي، حاجه جديده اه. شفت الجمال ده كده اه، واضغط زي الفل اه اهو. لازم اللي احنا قلنا عليه ده علشان الايس كريم في جليم اهو، هو ده تمام اهو. شايفين الجو اللي انا عملته ايه؟ عملت ايه يا عم الشيف؟ حطيت شويه لوز مع شويه زبيب. اقفلها اه، ما فيش مشكله، احنا معانا واحده واثنين وثلاثه واربعه. قفلتها كده اهي اهي، وابرمها بايديا كده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي؟ صل على الحبيب اهو، زي ما هي كده اهو. نعمل واحده تاني مع بعض اهو. يلا اهو، ادي خبزة المرجوج بتاعتنا، نعملها بشكل مثلث عشان نشيل الاطراف بتاعتها، لان ده طبعا بتلاقيه عجين على الفاضي اهو 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 اهو. مثلث هو ده اهو. طيب اهو اهو، هشيل دي كده خلاص اهو، وفي نفس البوله اللي معايا، معايا طبعا حبه البركه. حاضر عينيا اهو، معانا لوز، يا مزاجك اللوز. مش حابة اللوز ما تحطيش لوز، حط بندق، حط عين جمل، حط فستق. معانا الرز اهو. نحمر المكسرات، سؤال مهم جدا جالي من الكنترول اه. ايه المشكلة لما تحمري اللوز؟ بس الزبيب طبعا ما يتحمرش حتى زي ما هو، لأنه لما اتعرض لدرجة الحرارة بتاعة الرز مع البسلة، الزبيب ده هيرجع لشكله الطبيعي، لأن يعني احنا عارفين الزبيب ده في الأصل عنب ايه؟ بناتي. عينيا. طب تخلونا اعمل بقى اتنين تلاته حلوين مع بعض، عشان لازم اطلع فاصل دلوقتي. هناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، نعمل لنا التلاته اربعه وندخله من الفرن. فيك تحط شويه حبه البركه على الوش، فيك تحط سمسم حسب الرغبه، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف،
عايز بقدر الامكان اعمل لي 20 30 واحده. ايه المشكله لما نجبر بخاطر جيراننا نخبط على الباب طبق حلو فيه وزايه حلوه كده يفتحوها يلاقوا فيها رز وبسله، فيك تحط لحمه مفرومه، فيك تحط فراخ زي ما انت عايزه. ناخد الأوز بتاعنا مكان الموزه اهو، يلا نبص عليه اهو، يلا عشان وقتنا اهو. العب، اللهم صل على النبي. البصل المشوي خير ارضنا سيد الموقف، هو ده بصل احمر ابيض حسب الرغبه. الاوز بتاعنا في الفرن، درجه حراره الفرن عندي 180، لازم ياخد لون. انا حاطط حبه البركه على الوش، معلقه زبده على الوش حسب الرغبه اه بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي اه. بس خلونا اطلع الاوز طبعا علشان حضراتكم تشوفوه. نوسع كده اه. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اه اوزي بالخضار بحبه البركه عينيا. حلقتنا النهارده فيها بساطه، فيها سهوله، فيها مرونه. كنا حارسين كل الحرص ان احنا في عجاله نشرح حاجات مطلوبه مننا عشان جو الحر، ازاي نعمل الايس كريم بالشوكولاته، عملناها لحضراتكم بطريقه بسيطه وسهله. عملنا الاوزي بحبه البركه مع الخضار، عملنا موزه حلوه لطيفه بالبصل المشوي من خير ارضنا. رؤية فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.